تايجر جات لنا بأطعمة غريبة جدا جدا. يعني بصوا كده، اول طعم المانجا الحارة، شيبس بطعم المانجا الحارة. تاني طعم مستردة بالعسل، انا معرفش ازاي اصلا ايه الأطعمة الغريبة دي. وتالت طعم كده غريب بطعم الباربيكيو بالشطة الهابرنينو، هابرنينو مش عارف، طعمها غريب جدا يعني، او اسمها غريب اصلا. كل واحد من دول عامل 5 جنيه، فتعالوا نفتح كل واحد ونشوف. نركن دول كده على جنب ونفتح اول واحد المستردة بالعسل ده شكله. تعالوا نفتح ونشوف تايجر عامله لنا ايه. ريحة خل، ولكن بصوا الشيبسيايا شكلها عامل ازاي. طلعها كده، هما مسمينا هنا وافلز، شيبسيايا وافلز مخرمة كده تمام. تعالوا ندوق طعم المستردة بالعسل. دي الكمية اللي بتبقى من جوه. طعمه غريب، مش حاجة مألوفة، بس هو طعم يعني مستردة بس مسكرة سيكة بس، لكن طعم العسل، العسل مش باين، هو طعم المستردة مسكرة بس سيكة كده. ولكن ما عجبنيش، هو يعني طعمه مايل للخل أكتر يعني، فحاسس أنا باكل إيه، خل معدل جينيا يعني، فاهمني؟ تاني طعم، وده أنا متحمس له جدا، المانجا الحارة، شيبسي بطعم المانجا الحارة. نفتح ونشوف كده. ريحته برضه خل، تعرفوا ريحتهم تقريبا كلهم واحد ولا ايه؟ ده شكله، ودي الكمية اللي بتبقى من جوه، كمية يعني حلوة على فكرة، بخمسة جنيه حلو يعني. تعالوا ندوق بسم الله. انا عقلي دلوقتي بيعمل ايرور، هو طعمه بالظبط عامل زي طعم عصير جهينة مانجا بس على هيئة شيبسي، فأنت بتاكل شيبسي وعقلك بيتهيأ إن هو شيبسي بس أنت حاسس بطعم عصير مانجا، مفيش بقى طعم الحراق ده خالص، هو في طعم عصير مانجا، فهنا بقى بيحصل بقى إيه؟ عقلك بقى اللي هو لا استوب بس كده يا زميلي، أنت بتشرب مانجا ولا بتاكل آيس كريم أنت ولا بتعمل إيه؟ أنت ولا بتاكل شيبسي ولا بتعمل إيه يا ابني؟ أنت ما تجنناش بقى، ده اللي العقل بيعمله بقى في الوقت ده، بس يعني هي تجربة جديدة يعني. تالت طعم، الاسم اللي أنا مش عارف أنطقه، باربيكيو بالشطة والهالبينوز ولا حاجة غريبة كده يعني. ده شكله، نفتح ونشوف. لا ده ريحته مختلفة، دي الاتنين دول كانوا ريحتهم خلي، دي ريحتها ايه، حاجة مشوية مثلا، فراخ بالباربيكيو يعني، بصوا حاجة مشوية. تعالوا ندوق، ده شكله، وده الكمية اللي من جوه. بسم الله، ده عجبني ده قوي قوي قوي، طعم هالبينو باين جدا جدا فيه، وطعم الشطة هو مشطشط شوية ولكن مش قوي يعني، مش تضايقك وانت بتاكل، طعم الفراخ كده وانت بتاكل، فراخ بالهالبينو عادي خالص، فده عجبني جدا جدا وهشتري تاني. دي تجربة جديدة اللي هو بتاع المانجا ده، تجربة جديدة ما عدتش عليها قبل كده، ولكن لو لقيته تاني مش هشتريه يعني، اللي هو لا هو كتجربة بس فقط، لكن انا مش هشتريه تاني يعني، لكن هو طعمه حلو، وده عادي خالص، طعم مستردة او طعم مايل للخل شوية، لكن مفيش طعم عسل خالص في الحوار. فدي كده الأطعمة بتاعت التاجر الجديدة، لو في أي منتجات تانية جديدة في أي براند تاني يعني اكتبوا لي تحت في الكومنت واروح اجيبه ونجربه سوا، وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اربع. والانستجرام هنا عشان بنقدم هناك عظمه جدا جدا، وكمان رمضان داخل بقى وجد زميلي، فهنقدم محتوى جديد بقى خالص خالص هناك يعني، روح كده ايه مسي كده عليا هناك، وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.